قالوا شهر الحرام، قالوا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وفي رواية إلى يوم تلقون ربكم. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه وقال اللهم هل بلغ فلينظر شاهد القائد. هذا وسلم وسلموا على خير خلق الله. وقوله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.